الرحيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير من بعث رحمة للعالمين محمد الصادق الأمين. أما بعد، سوف نتناول في هذه المحاضرة موضوع من أهم مواضيع مادة التمويل الدولي. هذا الموضوع يتعلق بأسعار الصرف. لو تلاحظون أو تتذكرون أننا قلنا في المحاضرات السابقة أن من أهم الاختلافات بين التبادل التجاري الدولي والتبادل التجاري المحلي هو أن تسوية التبادل التجاري الدولي يتم بالعملات الأجنبية، في حين أن التبادل المحلي للسلع والخدمات عادة ما يتم بالعملة المحلية. هذا التباين في أنواع العملات المستخدمة، أجنبية إذا كان تبادل دولي ومحلية إذا كان تبادل محلي، يؤدي إلى ظهور مشكلة نقدية لدى الدول المختلفة. ويمكن أن نسيخ هذه الإشكالية كالتالي: كيف يمكن قياس هذه القيم النقدية المختلفة؟ كيف يمكن أن نعادل بين عملة وعملة أخرى؟ وكيف تتم عملية التسوية؟ إذن هذه الإشكالية تبرز لنا أهمية دراسة الصرف الأجنبي أو دراسة أسعار الصرف. فماذا نعني بسعر الصرف؟ إذن سوف نتحدث في البداية عن مفهوم سعر الصرف. يمكن أن نعرف سعر الصرف بأنه سعر مبادلة عملة ما بعملة أخرى، فبالتالي تعد أحد العملتين سلعة، في حين تعتبر الأخرى السعر النقدي المقابل لها. إذن إذا كنت تريد أن تشتري دولارات أو يورو، لابد أن يكون هناك يعني اليورو أو الدولارات هي السلعة، ولا بد أن يكون هناك مقابل يساوي قيمة هاتين العملتين من الريال اليمني. أيضا يمكن أن نعرف سعر الصرف بأنه النسبة التي يتم على أساسها مبادلة الوحدات النقدية الوطنية بالوحدات النقدية الأجنبية في وقت معلوم. الريال اليمني مثلا مع الدولار، الريال اليمني مع اليورو، الريال اليمني مع الريال السعودي إلى آخره في هذا الإطار. طيب، ما المقصود بالعملة الأجنبية؟ ماذا نقصد بالعملة الأجنبية؟ العملة الأجنبية هنا نقصد بها كافة الودائع والاعتمادات والمدفوعات المستحقة بعملة ما، إضافة إلى الحوالات والشيكات السياحية والكمبيالات. طيب، أين تتجلى أهمية سعر الصرف؟ تتجلى أهمية دراسة سعر الصرف وأسعار الصرف في معالجة المسائل المتعلقة بتعدد العملات ومدى قبول هذه العملات عالميا، وكيف يتم التحويل فيما بينها في إطار المعاملات والعمليات الاقتصادية المالية والدولية أو التجارية الدولية التي تحصل بين دول العالم. وهذا يعني أن سعر الصرف له أهمية كبيرة لأي اقتصاد، كونه يؤثر على المتغيرات الاقتصادية الكلية، مثل تأثيره على نظام الأسعار في الاقتصاد الوطني وعلى حجم التجارة الخارجية، سواء في شقها المتعلق بالصادرات أو شقها الآخر المتعلق بالاستيرادات، وبالتالي على موقف ميزان المدفوعات. طيب، ما هي وظيفة سعر الصرف؟ لدينا وظيفة تقليدية لسعر الصرف في قطاع التجارة الخارجية. هذه الوظيفة تتمثل في أن كل عملية تبادل تجاري تحتاج إلى وجود صرف أجنبي، ويقوم سعر الصرف بوظائف أيضا أخرى تتمثل في الآتي. لدينا أول وظيفة من هذه الوظائف وهي الوظيفة القياسية. ماذا نعني بالوظيفة القياسية؟ نعني بها أن المنتجون المحليون يعتمدون على سعر الصرف عندما يقومون بقياس ومقارنة الأسعار المحلية لسلعة معينة مع أسعار السوق العالمية. وهكذا يمثل سعر الصرف بالنسبة لهؤلاء حلقة وصل بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية. لدينا وظيفة أخرى وهي الوظيفة التطويرية، أي يستخدم سعر الصرف في تطوير ساطرات معينة إلى مناطق معينة من خلال دوره في تشجيع تلك الصادرات. هذا من جانب. ومن جانب آخر، يمكن أن يؤدي سعر الصرف إلى الاستغناء أو تعطيل فروع صناعية معينة
أو الاستعاضة عنها بالاستيرادات التي تكون أسعارها أقل من الأسعار المحلية، في حين يمكن الاعتماد على سعر صرف ملائم لتشجيع استيرادات معينة، وبالتالي يؤثر سعر الصرف على التركيب السلعي والجغرافي للتجارة الخارجية للأقطار. وهنا يمكن أن نستشهد بواقع التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، فقد أحدث الارتفاع الأخير لسعر صرف الدولار إزاء الين الياباني إلى إقبال الأمريكيين على شراء السيارات اليابانية التي تبدو لهم أرخص من السيارات الأمريكية، علاوة على ما تحتويه من تقنيات، مما قاد ذلك إلى انتعاش الساطرات اليابانية من السيارات بعامة وإلى الولايات المتحدة بخاصة. إذن هذه الوظيفة الثانية. الوظيفة الثالثة تتمثل في الوظيفة التوزيعية، أي أن سعر الصرف يمارس وظيفة توزيعية على مستوى الاقتصاد الدولي، وذلك بفعل ارتباطه بالتجارة الخارجية، حيث تقوم التجارة الخارجية بإعادة توزيع الدخل القومي العالمي والثروات الوطنية بين أقطار العالم. لتوضيح هذا الأمر نعطي مثال، أو نعود إلى مثالنا السابق. ففي حالة ارتفاع القيمة الخارجية للدولار الأمريكي، وبافتراض أن اليابان تستورد الحبوب من الولايات المتحدة، فهنا ستضطر اليابان من دفع زيادة في الدولارات على استيراداتها توازي نسبة الارتفاع في قيمة الدولار إزاء الين الياباني، مما سيؤثر ذلك على احتياطات اليابان من الدولارات الأمريكية، في حين سترتفع الاحتياطات الأمريكية من الدولارات، وينطبق ذلك أيضا في حالة انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إزاء الين الياباني. وهكذا فإن عملية تخفيض أو زيادة القيمة الخارجية للعملة، أي التغيير في سعر صرفها، يؤثر على حجم الاحتياطي الموجود لدى البنوك المركزية في الدول الأخرى، وتنسحب هذه الآلية لسعر الصرف إلى حالة التدفقات الدولية لرأس المال طلبا للاستثمارات والمضاربات في أسواق النقد أيضا. إذن نلاحظ أن لدينا أو أن لدى سعر الصرف ثلاثة وظائف رئيسية إضافة إلى الوظيفة التقليدية. الوظيفة التقليدية بأن سعر الصرف في قطاع التجارة الخارجية يعتبر أو يساهم في عملية التبادل التجاري بين البلدان، بينما الوظائف الأخرى الحديثة نلاحظ أن لدينا وظيفة قياسية ووظيفة تطويرية ووظيفة توزيعية في هذا الإطار. طيب، ننتقل الآن للحديث عن موضوع آخر في إطار الموضوع العام سعر الصرف، وهو مفهوم تخفيض وانخفاض القيمة الخارجية للعملة. نسمع بهذين المصطلحين دائما، انخفاض القيمة الخارجية للعملة أو تخفيض القيمة الخارجية للعملة. تخفيض القيمة الخارجية للريال اليمني أو انخفاض القيمة الخارجية للريال اليمني. إذن هنا سوف نحاول تبيان معنى هذين المصطلحين، ونبدأ بالحديث أولا عن تخفيض قيمة العملة. ماذا نعني بتخفيض قيمة العملة؟ نعني بتخفيض قيمة العملة تخفيض المحتوى الذهبي المحدد لوحدة النقد. كم تساوي العملة ذهبا؟ أو يمكن أن نقول بأن تخفيض قيمة العملة هو عبارة عن إجراء تقوم به السلطة النقدية، تهدف من خلاله إلى تغيير سعر الصرف الأجنبي الثابت للعملة المحلية إزاء أو تجاه العملات الأخرى. طيب، خلاصة القول، أو يمكن أن نقول أن تخفيض قيمة العملة هو إجراء تقوم به البنوك المركزية من أجل تغيير سعر الصرف، وهذا يكون في الأنظمة الصرف الثابتة، أي أن البنوك المركزية هي التي تتدخل وتقوم بتحديد سعر الصرف العملة المحلية تجاه العملات الأجنبية، وهو غير نظام آخر، نظام نسميه نظام الصرف العائم أو المعوم، سوف نتحدث عنه لاحقا. طيب، ما هي الأسباب التي تجعل البنوك المركزية تقوم بعملية تخفيض القيمة الخارجية للعملة المحلية؟ نلاحظ أن أول سبب من هذه الأسباب هو معالجة ميزان المدفوعات.
طيب، إذن هناك عجز في ميزان المدفوعات، وهذا العجز يعني أن التزامات البلد تجاه العالم الخارجي هي أكبر من حقوقه، إذن هو ملتزم للخارج أكثر مما هو مستحقا عليها. هذا العجز سرعان ما ينعكس على هيئة عجز في ميزان الحساب الجاري، ولذلك تقوم الدولة بتخفيض القيمة الخارجية لعملتها من أجل تخفيض أسعار ساطرتها من وجهة نظر الأجانب، وبالمقابل سترتفع أسعار استيراداتها الأجنبية من وجهة نظر المواطن. طيب، السبب الثاني وهو ارتباط العملة بكتلة نقدية معينة، أي ارتباط عملات الدول بالمناطق النقدية المختلفة مثل منطقة الدولار ومنطقة اليورو. فالتغير الحاصل في قيمة العملة القيادية ضمن إطار منطقة نقدية معينة سينعكس على القيمة الخارجية لبقية العملات. طيب، السبب الثالث وهو تحديد سعر الصرف الواقعي للعملة المحلية. لقد ذكرنا سابقا أن من شأن سعر الصرف أن يجد العلاقة الواقعية بين أسعار العملات المختلفة. فمثلا إذا كان المارك الألماني يساوي الفرنك الفرنسي، معنى ذلك أن المواطن الألماني يجب أن يشتري سلع وخدمات من فرنسا مساوية كما ونوعا لتلك التي يستطيع شراؤها داخل ألمانيا، في ظل إمكانية تحويل المارك إلى الفرنك وبالعكس. لكن عادة ما تتحدد القوة الشرائية للعملة تبعا لمستوى وتطور الأسعار المحلية، وبالتالي فإن التغير في الأسعار سينسحب على قيمة العملة المحلية داخليا وخارجيا. لتوضيح ذلك نعطي مثال. لنفترض أن سعر صرف الدولار تجاه الفرنك السويسري هو 1:4، بمعنى أن ما يمكن شراءه من سلع وخدمات داخل أمريكا بدولار واحد يمكن شراءه في سويسرا بأربع فرنكات. فلو فرضنا أنه بعد فترة زمنية ارتفعت الأسعار في أمريكا بمقدار الضعف، أي أن السلع الأمريكية التي كانت تكلف دولار واحد في مقابل 4 فرنك أصبحت الآن تكلف 2 دولار. هذا يستلزم من السويسريين دفع 8 فرنك للحصول على نفس كمية ونوعية تلك السلعة. فالمستفيد في هذه الحالة هو التاجر الأمريكي. وهنا إذا ما رغبت أمريكا أن تحقق العلاقة بين عملتها الدولار والفرنك السويسري، فإنه ينبغي أن تخفض قيمة الدولار بمقدار النصف لتعود العلاقة السابقة 1:2، أي للتعادل مع حالة ارتفاع الأسعار في أمريكا بمقدار الضعف. طيب، وحتى تتحقق أهداف تخفيض العملة المحلية لا بد من توافر مجموعة من الشروط. أول شرط من الشروط وجود طلب على السلع والخدمات الوطنية من الخارج. الثاني وجود طاقة إنتاجية عالية بغية مواجهة الطلب الخارجي. الثالث عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحلية بالنسبة للدولة التي تقوم بعملية التخفيض. رابعا عدم قيام الدول الأخرى بتخفيض قيمة عملتها أو ما يسمى بالمعاملة بالمثل للأسباب التي شرحنا أو قمنا بذكرها سابقا. طيب، ما هي النتائج المترتبة على تخفيض قيمة العملة؟ أول نتيجة من النتائج هي ارتفاع الأسعار في الداخل. هذا الأمر سيؤدي تباعا لتدهور الثقة في العملة المحلية، ويؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي للطبقات وخاصة ذات الدخل المحدود، وأيضا إلى هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وإلى تزايد مدفوعات خدمة الديون الخارجية حينما تكون مقيمة بالعملات القيادية، وبالمقابل ستنخفض قيمة الأصول من العملة المخفضة لدى الدول الأخرى. طيب، هذا كل ما يعني بتخفيض قيمة العملة. فماذا نعني بانخفاض قيمة العملة؟
يقصد بانخفاض قيمة العملة أو انخفاض قيمة عملة البلد إزاء العملات الأجنبية الأخرى في سوق الصرف الأجنبي أن هذه العملات تنخفض بشكل كبير أو بشكل متوسط أو بشكل بسيط تجاه العملات الأخرى في سوق الصرف، وهذا يكون نتيجة لعوامل العرض والطلب في السوق. إذن هنا لا يتدخل البنك المركزي لتحديد سعر الصرف كما هو الحال بالنسبة لتخفيض قيمة العملة. هنا السوق هو من يحدد قيمة العملة أو سعر صرف العملة، وهذا يحدث في نظام الصرف المعول. عندنا في اليمن طبعا لدينا نظام الصرف المعوم، أي أن من يحدد قيمة العملة المحلية تجاه العملات الأخرى هو السوق وفقا لقاعدة العرض والطلب في هذا الإطار. طيب، ما هي العوامل التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة؟ أول عامل من العوامل هو زيادة الاستيراد. الدولة تستورد أشياء كثيرة ولا يوجد لديها تصدير، إذا لا يوجد لديها عملة خارجية تدخل إلى البلاد. الثاني هو ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بمعدل الشركاء التجاريين، إذا يكون لديها تضخم. ثالث عامل من العوامل هو انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية المحلية، والعامل الرابع هو ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الخارج. طيب، إذا هذا كل ما يمكن الحديث عنه عن انخفاض قيمة العملة. الآن ننتقل للحديث بعد أن تحدثنا عن مفهوم تخفيض وانخفاض القيمة الخارجية للعملة، الآن نتكلم عن مفهوم معاكس وهو مفهوم رفع وارتفاع القيمة الخارجية للعملة. فنبدأ أولا بالحديث عن رفع القيمة، عن رفع قيمة العملة، ثم بعد ذلك عن ارتفاع قيمة العملة. ماذا نعني برفع قيمة العملة؟ يقصد أو عفوا سوف نبدأ أولا بالحديث عن ارتفاع قيمة العملة ثم نتحدث بعد ذلك عن رفع قيمة العملة. ماذا نقصد بارتفاع قيمة العملة؟ ارتفاع قيمة العملة نقصد بها زيادة المحتوى الذهبي المحدد للوحدة النقدية. إذا كان في السابق تخفيض المحتوى الذهبي، الآن زيادة الوحدة المحتوى الذهبي المحدد للوحدة النقدية، وبالتالي فهو يعني زيادة عدد الوحدات من العملات الأجنبية القيادية مقابل الوحدة النقدية الوطنية الواحدة في هذا الإطار. طيب، ما هي أسباب رفع القيمة الخارجية للعملة؟ يمكن أن نقول بأن هذه الأسباب تتمثل أولا في وجود فائض في ميزان المدفوعات. لكي تتخلص هذه الدولة من هذا الفائض الذي عادة ما يحتفظ في الداخل، تقوم السلطات العامة بإصدار عملة وطنية مقابل هذا الفائض، فيحصل على الأمد البعيد تفاوت بين الأرصدة النقدية والأرصدة السلعية للاقتصاد الوطني، ويؤدي ذلك بدوره إلى ارتفاع التضخم وبالتالي تزايد الاستيرادات مقابل انخفاض الصادرات، وهكذا يحصل التوازن في ميزان المدفوعات. السبب الثاني وهي معادلة الارتفاع الحاصل في الأسعار العالمية لسلعة استراتيجية. ونعطي مثال هنا، عندما قامت فرنسا برفع قيمة الفرنك الفرنسي من أجل مواجهة الارتفاع في أسعار النفط خلال فترة السبعينيات. السبب الثالث وهو تدعيم العملات الأجنبية الأخرى، فعلت ألمانيا واليابان أو قامتا برفع قيمة عملتهما لدعم الدولار الأمريكي، عندما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض قيمة الدولار لأسباب معنوية تتعلق بسمعتها. طيب، أما ارتفاع قيمة العملة فنعني به ارتفاع سعر العملة المحلية لبلد ما تجاه العملات الأخرى. أسباب ارتفاع العملة تتمثل في الآتي. أول سبب من هذه الأسباب هو انخفاض الاستيراد وزيادة التصدير، وانخفاض معدل التضخم المحلي مقارنة بمعدل الشركاء التجاريين، وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية المحلية وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الخارج. أي يمكن أن نقول أن الأسباب التي تؤدي إلى تخفيض العملة أو تخفيض قيمة العملة هي في أسباب ارتفاع العملة عكسها.
فبالتالي هنا عندما نقوم بعملية أو ارتفاع العملة يكون أسبابها هي عكس الأسباب الموجودة عند تخفيض العملة المحلية. طيب ننتقل الآن للحديث عن موضوع آخر وهو مفهوم تعويم العملة، وهذا يكون في نظام العملة أو في نظام السعر الصرفي المعوم، ونقصد به عدم تحديد محتوى ذهبي للوحدة النقدية، وهذا يعني عدم الالتزام رسميا بسعر صرف معين للعملة بل تركه لظروف العرض والطلب، والهدف الأساسي من هذه العملية هو إعطاء القيمة الحقيقية لعملة الدولة. طيب ماذا نعني بالرقابة على الصرف الخارجي للعملة؟ نقصد بها تدخل السلطات العامة، وهنا البنك المركزي يتدخل في مجال الصرف الأجنبي، يقوم إذا كان هناك لدينا نظام سعر صرف ثابت يقوم البنك المركزي بتحديد سعر الصرف في مواجهة العملة الوطنية أو تحديد الكميات المسموح بتحويلها. أما إذا كان نظام صرف معوّن فهنا لا يقوم بالتحديد، السوق هو من يحدد، لكن هو يقوم فقط بعملية المراقبة لهذا السوق. طيب وعملية الرقابة لماذا؟ لكي لا تظهر أسواق سوداء في مجال النقد الأجنبي. فماذا نعني بالأسواق السوداء؟ الأسواق السوداء هي عبارة عن ظاهرة ترتبط بمسألة تعدد أسعار الصرف للعملة المحلية بصورة غير رسمية، يعني لا يقوم بتحديدها البنك المركزي وإنما يقوم بتحديدها السوق. وتنتشر هذه الظاهرة في الدول التي تحتكر فيها السلطات العامة النقد الأجنبي، يعني في نظام الصرف الثابت. أما نظام الصرف المعوم فهنا لا يوجد هناك أي مشكلة. السبب الرئيسي في ظهور هذه الأسواق هي وجود طلب كبير على العملات الأجنبية من قبل الأفراد، يعني عندما لا تستطيع البنوك أن تقوم بتلبية طلبات الزبناء من العملة الأجنبية فإنهم يلتجؤون للسوق السوداء لكي يحصلوا على هذه العملات. طيب ما هي العوامل المؤثرة في سعر الصرف؟ أول عامل من العوامل المؤثرة في سعر الصرف هي التغير في قيمة الصادرات والاستيرادات. كيف يتم هذا الأمر؟ عندما ترتفع قيمة الصادرات عن نسبة الاستيرادات، أي ما تقوم به الدولة من تصدير أكثر من الاستيراد، سيؤدي هذا أو سيتجه هذا إلى ارتفاع قيمة العملة نتيجة لتزايد طلب الأجانب في الخارج على عملة معينة من أجل أن يشتروا بها السلع، وسيعمل ذلك على تشجيع الاستيراد من الخارج مما يؤدي إلى عودة حالة التوازن إلى سعر الصرف. العامل الثاني وهي تغير معدلات التضخم، هنا نفترض ثبات العوامل الأخرى، فيؤدي التضخم المحلي إلى انخفاض في قيمة العملة في سوق الصرف فيما تؤدي حالة الركود إلى ارتفاع قيمة العملة. العامل الثالث وهو التغير في معدلات الفائدة، لأن معدلات الفائدة تعد أهم محددات الدول التي تتمتع بمعدلات فائدة مرتفعة. إذن فإن الزيادة في معدلات الفائدة الحقيقية وهي المعدلات التي تتكيف مع معدل التضخم المتوقع سوف تجذب رأس المال الأجنبي مما تؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة في سوق الصرف الأجنبي. العامل الرابع وهو التغير في معدلات الفائدة الأجنبية، وهنا بالارتباط مع النقطة الأولى أي التغير في معدلات الفائدة المحلية، فإن ارتفاع معدلات الفائدة لدى الأقطار الأخرى ستحفز المستثمرين في الأمد القصير على استبدال عملتهم بعملات تلك الأقطار، وذلك من أجل أن تجتني مكاسب في سوق الأجانب. وهكذا فإن ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج ستعمل على زيادة الطلب على العملات الأجنبية وبالعكس. العامل الخامس وهي التدخلات الحكومية، وتحصل هذه التدخلات عندما يحاول البنك المركزي للعملة تعديل سعر صرفها حينما لا يكون ملائما مع سياسته المالية والاقتصادية. آخر عامل من العوامل وهي العوامل السياسية والعسكرية، وترتبط هذه العوامل عادة بالأنباء والنشرات الاقتصادية والمالية أو عبر تصريحات المسؤولين، فتؤثر على المتعاملين بأسواق العملات والأسهم الذين غالبا ما يتخذون قراراتهم المالية بناء على هذه الأخبار.
أيضا فإن الأحداث العسكرية أهمية خاصة في التأثير على سعر الصرف في الأقطار أو في الدول التي تجري فيها، والتي تؤدي إلى ارتفاع في سعر صرف العملات القيادية وخاصة الدولار الأمريكي مقابل العملات المحلية لمثل هذه الدول. من خلال ما سبق نكون قد تحدثنا عن أسعار الصرف، وفي النهاية أنا على استعداد تام لتلقي جميع الاستفسارات والأسئلة من قبلكم على الموقع المخصص لنا، والسلام عليكم ورحمة